بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أخواني الكرام في استعراض جديد لتطبيق جميل وأول ذكر الله. هذا التطبيق جميل ومتوافق، نقوم بدخول إلى التطبيق سريعا. هذا هو، نقوم بدخول إليه بعد التنزيل. واحد من اثنين أذنات، سوف نعطي الأذنات اللازمة. سماح. إذا بعد إعطاء الأذنات التطبيقات التي يمكنها الظهور أمام أذكر الله إعدادات الإخطاء السماح بالظهور أمام التطبيقات الأخرى غير مفعل، نقوم بتفعيل هذا الخيار. حدد التطبيقات الثانية، نقوم بالعودة. الإعدادات زر 1 4. إذا هنالك يعني سوف تأتينا 4 شاشات بها الإعدادات، يمكننا يعني تجاوزها أو قيام بالإعداد. إعداد التطبيق حاليا، سنقوم بإعداده حاليا. اللغة. نضع اللغة. اللغة. نختار اللغة. اللغة العربية. إذا لغتنا العربية. موافق زر. المعذرة إخواني. أذكر الله. إذا الإعدادات 1 4. اللغة العربية. بعدما حددنا اللغة نقوم بالضغط على التالي ثم نذهب. ذكرني بالله على مدى اليوم. إعدادات ذكرني بالله. هنا إعدادات ذكرني بالله. ذكرني بالله على مدى اليوم. تم التحديد مربع اختيار. هنا تحب يعني التذكير بالله على مدى اليوم كل 30 دقيقة أو كل 30 دقيقة، أنا تاركها على ذكرني بالله على مدى اليوم. على مدى اليوم. طريقة تذكير بالله، تذكير صوتي وتذكير كتابي. هنا طريقة التذكير بالله. طريقة تم التحديد تذكير صوتي وتذكير كتابي. أما تحب صوتي أو كتابي، وكتابي صوتي فقط. أو صوتي فقط. تذكير كتابي فقط أو كتابي فقط. كل ما يشاء. أنا سوف أتركه على صوتي. طريقة مستوى صوت التذكير 100. وهنا يمكنك يعني من 100% شريط تمرير. هنا شريط تمرير لوضع النسبة المئوية لصوت الإشعار. في وضع الصامت. تم التحديد. إذا كان هاتفك يعني في وضع الصامت أو الرجاج يعني يكتم صوت التنبيهات، هذا جميل عندما نكون يعني في المسجد. وقت عدم التذكير الصوتي. وهنا لوقت لعدم التذكير الصوتي. أوقف التذكير الصوتي في هذه الأوقات. تم التحديد. مربع اختيار. أنا سوف ألغي عنها التحديد. وقت عدم التذكير يبدأ في الثانية. هنا يمكنك يعني إن كنت يعني في مكان ما مثلا لمدة ساعة يمكن وضع من إلى وقت عدم التذكير ينتهي في الثانية. هنا ينتهي في إعدادات أذكار الصباح. أنا هنا تذكير بقراءة أذكار الصباح. تم التحديد. هنا لتذكيرك بأذكار الصباح. تعديل وقت التنبيه الثانية. هنا سأقوم بتعديل الوقت. تعديل وقت 7 0 8 مربع. أنا أتركها على 7 صباحا. إذا 7 8 9 0 0 مربع تعديل. 7 تماما. وهنا مثل الساعة. صاد صباحا وميم مساء. وأضغط على هذا الزر. إذا طريقة تذكير بالله تذكير كتابي فقط. إذا تعديل وقت التنبية 7 صباحا. تذكير. إذا طريقة تذكير بالله تذكير كتابي فقط. طريقة التذكير نجعلها طريقة تم التحديد تذكير يوجد كتابي تشغيل الأذكار صوتيا في صوتي. أنا أجعلها تذكير صوتي وكل وما يشاء. أذكار المساء. تذكير بقراءة أذكار المساء. تم التحديد. هنا للتذكير بأذكار المساء. تعديل وقت التنبية. وهنا لتعديل الوقت 7 0 8 مربع تعديل 9 0 59 0 0 1 0. أنا أتركها على 9 0 8 7 0. 7 مساءً. 6 مساءً. 5 مساءً. ممتاز. تعديل 4. تعديل 4 0. تعديل 4. سين قصيل سين زر. ونضغط على هذا الزر. إذا نواصل. طريقة تذكير بالله تذكير كتابي فقط. هنا طريقة التذكير بالله نجعلها تم التحديد تذكير تشغيل الأذكار صوتيا تذكير صوتيا. التالي زر. ونضغط التالي. إذا نمر إلى الشاشة الموالية. 4 صباحا. ذكرني بقراءة سورة الكهف. تم التحديد. هنا للتذكير بقراءة سورة الكهف يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة. إعدادات تذكير سورة الكهف. إذا 3 4. هنا
نواصل. ذكرني بقراءة سورة الكهف تم التحديد تعديل وقت التنبيه الثانية عشر. وهنا لتعديل وقت القراءة. طريقة التذكير بسورة الكهف تذكير كتابي فقط. هنا تذكير به كتابي أو صوتي. طريقة تم تشغيل الأذكار صوتيا. حقيقة أنا أحبذ التذكيرات الصوتية. سورة الملك. وهنا سورة الملك. هنا نعرف كلنا فضائل سورة الملك. تعديل وقت التنبية الثانية عشر. هنا أعدل الوقت مثلا العاشرة ليلا قبل النوم. عشرة زر. العاشرة مساء. العاشرة مساء ممتاز. صفر صفر مي. وأقوم بالحفظ وأضغط التالي. إذا هذه آخر شاشة. تعديل الوقت للمناطق الشمالية. طريقة تذكير بالصلاة. هنا لطريقة رفع صوت الأذان تدريجيا تم أظهار الوقت. إذن الماضية رابطة العالم الإسلامي. هنا لطرق يعني الحساب يوجد مجموعة نقوم بدخول إليها. جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي. كراتشي يوجد الأولى هنا. جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي. كراتشي الاتحاد الإسلامي بأمريكا الشمالية. تم التحديد رابطة العالم الإسلامي. رابط العالم الإسلامي. على تقويم أم القرى. أم القرى. الهيئة العامة المصرية للمساحة. الجعفري. معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران. وزارة الأوقاف وشؤون الدينية بعمان. إلغاء زر. إذن نختار كل حسب حساب وقت العصر. بلد. ملكي حنبلي. وهنا لحساب وقت العصر. تعديل الوقت للمناطق الشمالية. لا تعديل. هنا للمناطق الشمالية. طريقة التذكير بالصلاة. هنا طريقة التذكير بالصلاة. رفع صوت الأذان تدريجيا تم. هنا طريقة التذكير. هنا رفع الأذان تدريجيا تم التحديد مربع. يعني يبدأ صوت الأذان منخفض ويقوم يعني مثلا يبدأ من 10% حتى يصل إلى 100%. أظهار الوقت المتبقي للصلاة دائما تم التحديد. هنا إخواني الكرام أنصحكم بإلغائها. لم يتم التحديد. لماذا؟ لأن هذه سوف تعطيك الوقت دائما على شريط الإشعارات منطوق يقول لك دائما ما زالت ساعة ودقيقة على صلاة الظهر. ما زالت ساعة ودقيقتان يعني ليست مفيدة. طريقة تنبية صلاة الفجر أذان واحد. هنا لأذان الفجر يمكنك اختيار أذان من مجموعة قائمة بها العديد من الأذانات. أذان اثناني. أذان 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 خمسة. إذن كلما تضغط على أذان سوف يقوم بالتشغيل. طريقة تنبية صلاة الظهر. طريقة تنبية وهنا الظهر والعصر. طريقة تنبية صلاة العشاء. العشاء التالي زر. ونضغط التالي. أذكار الصباح زر. إذن أذكار زر. قمنا بإعدادات التطبيق ويمكن العودة إليها إذا أخطأنا في شيء من 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 هنا يعني. الآن سنتصفح التطبيق. أذكاري زر. أذكاري نقوم بدخول إلى الأذكار. التنقل لأعلى. شارك زر. الإعدادات زر. هو ذلك للمشاركة وهذه الإعدادات. ذكر زر. وهنا لإضافة ذكر. تم التحديد مربع اختيار. سبحان الله. سبحان الله. تم التحديد مربع. الحمد لله. والحمد لله. لا إله إلا الله. تم التحديد. الله أكبر. تم لا حول ولا قوة إلا بالله. أذكار المساء زر. وهنا أذكار المساء زر. أكبر. الأذان زر. وهنا زر. الأذان أذكار المساء. أذكار الصباح. هنا أذكار الصباح زر. وهنا القرآن سورة الكهف. ولإيقاف الأذان نقوم بفتح شريط الإشعارات. الثانية عشر بعد الزوال وثلاثة دقيقة صلاة. هنا نقوم بالوضع كما رأينا. وهنا أذكر الله. إذن أذكر الله. شارك زر. الإعدادات. الإعدادات. أذكار الصباح. أذكار الصباح. هنا أذكار المساء. القرآن يوجد سورتين. سورة الكهف وسورة الملك. مثلا سورة الملك. أذكر الله. شارك الإعدادات. سوف نرى الإعدادات. إعدادات عامة. إعدادات التذكير. إعدادات الأذان. اللغة. اللغة العربية. تواصل معنا. إذا كما رأينا تلك التي أعددت لك. تبارك الذي بيده الملك. الأعدادات. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. واحد الذي خلق لا موت ولا حياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو زر. كما رأينا زر 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 ولقد ثم رأي. إذن هذه سورة الملك. إذن نقوم بالعودة. شارك زر. الأعدادات. أذكاري. أذكار الصب. أذكار القرآن زر. القرآن. الأذان زر. هنا حسن المسلم إعادة ضبط الأذان. وهنا حسن المسلم زر.
حسن المسلم. حسن المسلم بمجموعة من الأدعية. واحد أذكار الاستيقاظ من مثلا أذكار الاستيقاظ من النوم. أذكار واحد مزيد من الخيارات. هنا مزيد من الخيارات. واحد الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ويوجد في الترجمة يمكن إيقاف تلك الترجمة بالذهاب التنقل إلى بالذهاب إلى المزيد. واحد مزيد من الأعداد وفتح الأعدادات. الأعدادات التنقل إلى الأفون. هنا Arabic Française 24. Translation in Reference Française 14. 10h39. ندخل Translation إلى هذا. 14 مربع تعديل 15 إلغاء موافق زر 5 4 3 Translation in Reference Française 10h53. حقيقة لم أعرف كيف زر. موافق زر. أترك لكم يعني اكتشاف بقية التطبيق. أرجو أن يعجبكم. وهنا إعدادات وهنا لنشر التطبيق واللي حذف. أرجو أن لا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.